شاكر لك حضورك وما تتخيل. شوف أمس عيد اليوم زواج ولدي، لكن جيتك الحالها والله أن سعادة. يعني أنا أتخيل لأنه تشرفنا، أنا اللي تشرفنا، أنا والله تشرفت. الله يسلمك. هذا معلمك يا هذا علمني أول حرف وأول رقمك كان يدر. أنت درستني سنة أول ابتدائي ما شاء الله، وبالتالي سام وثاني ابتدائي، بس أهم شيء أولى، هي أهم شيء التحضير الأساسي. لو تعرف كيف جمال خطك إلى الآن، أنا دفاتري سنة أولى ترى عندي إلى الآن، أنا بس أشوف خطك الجميل كيف كانت. يعني إحنا كنا نحاول حالك يبارك فيك ما شاء الله، وهذا أثر علي في كل حياتي. حضورك اليوم والله يا أبو عبد الله ما تتخيل، يعني كيف بعد السعادة في نفسي. قد بالسيارة رحمة الله.